يعني تطلب في مال الأب إلى البلوغ، بعد البلوغ لا يطالب بها الأب، وعند الشافعية تطلب مطلقا حتى بعد البلوغ. يعني إذا أراد شخص أن يعق عن نفسه له أن يعق عن نفسه. نعم. طيب. قال في سابع الولادة وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع. يعني هذه مدتها عند العلماء المالكية، إذا مضى زمنها غروب السابع تسقط، ولكن كما قلنا عندهم من يقول بأنها تذبح في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، ولكن ليس بعد ذلك عندهم قول بعد الأسبوع الثالث. قال نهارا من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس. يعني هي وقتها يبدأ من طلوع الفجر، ليست مثل الضحية، الضحية وقتها يبدأ بعد صلاة العيد، لكن العقيقة يبدأ وقتها في اليوم السابع من طلوع الفجر، ويستحب أن تكون بعد شروق الشمس ضحى. قال وألغي يومها أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة إن سبق بالفجر بأن ولد بعده، فإن ولد معه حسب. هذا المالكية يقولون سابع يوم حيث تسبقه 6 أيام كاملة، ولذلك يشترطون في اليوم الذي يحسب من الأيام الستة أن يولد المولود قبل الفجر أو على الأقل مع الفجر، فإن ولد مع الفجر أو قبل الفجر حسب ويسمى يوما، لكن إذا ولد بعد الفجر فلا يحسب في 6 الأيام، لأن المطلوب هي كما ذكر الحديث يذبح في السابع، ومن ولد بعد الفجر لم يسبق السابع 6 أيام بل سبقه 5 أيام وبعض يوم، فقوله في السابع معناها 6 أيام كاملة، هذا معنى، هذا مع الحديث، فمن ولد قبل الفجر معناه لم يسبق السابع 6 أيام كاملة، وذلك لا يعتد به، وعند الجمهور لا يشترطون ذلك، فلا حتى لو ولد بعد الفجر فإنه يحسب اليوم الذي ولد فيه من الأيام الستة ويعتد به وتذبح بعده في السابع. نعم. قال وندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى، والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة، فإن لم يحلق رأسه تحرى زينته. يعني هو السنة كما جاء في الحديث مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، أهريقوا وأهاريقوا، مروي بالتسكين وبالفتح، فأهريقوا عنه دما يعني اللي هو العقيقة، وأميطوا عنه الأذى اللي هو حلق رأسه. وفي الألفاظ أخرى للحديث يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، هي أشياء ثلاثة مطلوبة في يوم السابع، حلق رأسه واللي هي إماطة الأذى وتسميته يسمى في ذلك اليوم، ويعني تذبح عنه العقيقة. لكن لو افترضنا أنه سمي قبل ذلك فلا حرج، حتى لو سمي من أول يوم، فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه ولد له هذه الليلة ابن قال سميته إبراهيم، فتسميته سماه من أول يوم، وسميته إبراهيم على اسم أبي إبراهيم، فالتسمية تجوز حتى قبل السابع، والسنة في الحلق أن يكون في السابع، والسنة كذلك أن
يوزن شعر المولود بعد حلقه ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة. وقد جاء في السنة أن عن أبي رافع قال: حلق شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت فاطمة بزينته فضة. في رواية: تصدقت بزينة درهم، كان وزن درهم. وهذا يفيد أن الحلق مطلوب في اليوم السابع للمولود مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن هكذا ورد في حديث: حلق شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدق فاطمة بزينته ذهب فضة. فإذا لم يحلق يمكن أن يقدر ذلك تقديرا، إذا كان لم يحلق الصبي والمولود لعلة أو لسبب من الأسباب فإنه يمكن تقدير يعني الشعر، وزن الشعر، ويتصدق بقدره فضة أو ذهبا أو نقودا ليتحقق ما المطلوب في هذه المسألة والصدقة. ومن السؤال المطلوب أيضا في المولود أنه يؤذن في أذنه فور نزوله، فور ولادته، ليكون أول شيء يقرأ سمعه الشهادة والأذان والتوحيد. وأيضا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وهو حديث حسن. فهذا أيضا من المطلوب في المولود، تأذين في أذنه، وأيضا مطلوب في أيضا تحنيكه. والتحنيك معناها أن يؤخذ إلى رجل يظن فيه الخير والصلاح من أهل العلم سواء كان رجل أو امرأة، ويمضغ تمرات ويلوكه حتى تلين، ثم يضع شيئا من السائل هذا التمر في فم الصبي ويدلكه بإصبعه، ويدلك أثر التمر بإصبعه في حلق الصبي والطفل والمولود. وقد ورد في هذا حديث عديدة، من حديث أنس قال: أتيت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله في عباءة يهنأ بعيرا له، فدعا فسألني فقال: هل معك تمرات؟ فقلت: نعم. فألقيتها إليه فلاكها ثم مجها في الصبي فصار يتلمظها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمرة. يعني فيهم صفة أنهم يحبون التمر. وكذلك حديث أبي موسى في البخاري قال إنه رزق بابن فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة وسماه عبد الله وبرك عليه. وكذلك حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: أتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجره وأخذ تمرات، ثم بعد أن لاكها مجها في الصبي
وبرك عليه، قالت وكان أول مولود في الإسلام، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فالتحنيك والتبريك والإتيان بالمولود إلى من يظن فيه الصلاح والخير من الرجال أو النساء، هذا أمر يعني وارد في السنة. وكلمة العقيقة هي أساسا اشتقاقها إما من الشعر، شعر المولود، لأنه يقطع، لأن العق فيهم على القطع، إما اشتقاقها من شعر المولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى، وإما اشتقاقها من العق وهو قطع الحلقوم، لأن الضحية والشاة التي تذبح هي يقطع حلقومها. فاشتقاقها إما أن يكون من هذا أو من هذا، إما من قطع الشاة التي تذبح أو من إماطة الأذى وهو إزالة الشعر. وكانوا في الجاهلية يذبحون العقيقة، هذه سنة قديمة كان معمول بها حتى في الجاهلية، فأقرها الإسلام. ولكن كما هي العادة في الأشياء اللي هي مشروعة من قبل الإسلام، أنه إذا جاء الإسلام وهذبها وأزال عنها ما التصق بها من أعمال الجاهلية. فكانوا يذبحون في الجاهلية كما ورد في الحديث، ولما جاء الإسلام يعني كنا نذبح عن المولود شاة، وكانوا في الجاهلية يلطخون رأسه بدمها، بدم العقيقة الضحية. وجاء في الحديث أنه يعني نذبح شاة ونلطخ رأسه بزعفران، تركوا عادة الجاهلية بأنهم يلطخون رأسه بدمها، بل ذبحوا شاة كما كانوا يذبحون في الجاهلية بنية التقرب، وبدل تلطيخ رأسه بدمها يلطخونه بزعفران وطيب. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال وجاز كسر عظامها ولا يندب، وقيل يندب لمخالفة الجاهلية، فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك. يعني كانوا يتشاؤمون ويتطيرون، وتشاؤم والتطير اللي عندهم هو التشاؤم والتطير المذموم، لأنه هو التفاؤل، والتطير قد يكون هو شيء فيه جزء جبلي الإنسان لا يستطيع أن يتخلص منه. لكن الفرق بين التطير المذموم أو التشاؤم المذموم والتفاؤل المذموم والتفاؤل المحمود، أن الإنسان المسلم لا يعتقد شيئا يترتب على ما بدا وما بدر من تطير أو تشاؤم أو سماع كلام أو يعني سانح أو بارح من الطير، وقد يكره ذلك، ولكن يعتقد أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. مع هذا الاعتقاد لا يضر إنسان يحصل له تغير في نفسه، وأنه لا يحب مثلا الأصوات الكريهة والأصوات القبيحة، ويستبشر ويتفاءل بأسماء الحسنة والبشرات الحسنة، هذا أمر طبيعي ومقبول ولا حرج فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن في صلح الحديبية كما هو معلوم في السنة، عندما أرسلت قريش سعيد بن عمر ليفاوض المسلمين، عندما لاح له وراءه قادما قال صلى الله عليه وسلم لقد سهل من أمركم، أرسلت إليكم بسهيل بن عمر لقد سهل من أمركم. فالتفاؤل مشروع ومطلوب ولا حرج فيه. إذن يعني
اللي كان في الجاهلية أنهم كانوا لا يكسرون عظم أشياء الضحية للمولود، لم يتشاؤمون من كسر عظم قد يأثر ذلك على الصبي ولا يكون يعني فارها ولا يعني يكون صحيحا، قد يصيبه الأذى وقد يصيبه المرض وقد إلى آخره. فكسر العظم جائز، ولا يشترط أن يقطع لحمه على المفاصل، إن كان يقطن على المفاصل بحيث أنه لا يتعرض لكسر عظامه، فقال هو جائز لا حرج فيه. نعم. قال: وكره عملها وليمة يدعو الناس إليها، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية، بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بما شاء. يعني والسنة أن الإنسان ما يعلمها ما يعملهاش وليمة، ما يعملهاش وليمة. وليمة معناها، وليمة في معناها تحمل معناها الدعوة، أنك تدعو الناس إليها، تعمل الطعام وتدعو الناس إليه، هذا غير مطلوب في الولي في العقيقة. العقيقة لا تعمل وليمة، إما أن تقطع ويوزع لحمها على الناس وعلى الجيران ويتصدقها نيئا، وإما أن يطبخ ويوزع مطبوخا، وهذا هو الأحسن والأفضل. الأحسن الإنسان يطبخها ويبعثها جاهزة مطبوخة لمن يريد أن يرسل إليه منها، فلا يدعو الناس هم الذين يأتون إلى بيته ويأكل منها ويعملها وليمة، هذا غير مطلوب. فإذا أراد أن يعمل وليمة فله أن يعملها من غير العقيقة، كما قال مالك عندما رزق مولودا قال: ذبحت شاة أخرى ليدعو إليها إخواني، دعا إليها إخواني، دعا شاة أخرى غير شاة العقيقة، وشاة العقيقة يعني أرسل بها إلى من يريد إرسال مواصلتهم، أرسل إليهم مطبوخة، ودعا الناس إلى بيته من بلحم آخر بشاة أخرى. فالإنسان يفعل ذلك إذا أراد، لكن اللي هو غير مطلوب وما هوش من السنة أنه يدعو الناس إليها، يطبخ العقيقة نفسها ويدعو الناس إليها. والإهداء والتصدق منها والأكل هو غير محدد بحد، مثل الضحية ليس محدد بثلث ولا بأقل ولا بأكثر، لو أن يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي ما شاء. بشيخ، ما حكم ما يفعله الناس الآن في يوم الأسبوع، يعزمون الناس وأصبح في بعضهم يفعلون في الصلاة بحجة أن الناس سيأتونهم للزيارة فيجمعونهم في يوم واحد لكي لا تكون يعني على أيام؟ هذه كلها بدع ومخالفات وشيء من الغلو والتشدد فيما يسره الله سبحانه وتعالى، لأن أصبحت العقيقة وخصوصا في المولود الأول فيها مبالغات يعني تجنح إلى التفاخر وإلى التباهي، وتخرج عن السنة إلى البدعة وإلى الرياء، وتصير مذمومة، ولا ينبغي الناس أن يستمروا على هذا الحال. إن هناك من يصرف الآلاف في يوم العقيقة، أشياء كثيرة يعني اقترنت بها أشياء كثيرة، أن يردوها لما كانت عليه في الجاهلية. الإسلام أقر أن تذبح حشاة عيد مولود ويطعم منها الناس، الدعوة إليها مذمومة، دعوة الناس إليها مذمومة، والسنة فيها أن يهدى الطعام مطبوخاً إلى الجيران والأصدقاء والفقراء. أما ما يعمله الناس الآن من المبالغة ليست هي فقط دعوة، بل هو يعني نوع من المباهات والتفاخر والتباهي،
يعني حتى بيوت الناس لا تسعهم، بل يؤجرون أماكن أخرى صلاة بأغلى الأثمان ويدعون الناس إليها. وأيضا تصحبها كثير من المبالغات في الإنفاق والصرف. وقد يقول قائل هذا الصرف في أمر يعني مناسبة مفرحة وفيها بشرى، ولا حرج في الإنسان ينفق من الحلال. أقول القضية في هذه المسألة ليس هو في أن الإنسان القادر له أن ينفق، بل هو من باب سن السنن التي فيها تعسير على الناس، لأن الناس يماري بعضها بعضا حتى تصير العادة ملزمة، بل هي أوجب في عرف الناس، تصير أوجب من ما يوجبه الشارع. فالإنسان قد يتأخر في ويتردد في فعل شيء أمره به الشارع، وقد يتركه ويهمله ويفرط فيه، ويفرط في فرائض، يفرط في صلاة، ويفرط في يعني سنن ندب إلى الشارع، ولكنه لا يجد مناصا من الهروب من العادات التي فرض عليها المجتمع. فمثلا يعني من المبالغات أن النساء يعني أصبحت هذه المناسبة مصحوبة بإلزام الزوج بالهدايا غالية الثمن، يهدي للزوجة ملابس غالية الثمن ويهدي الذهب، وهذا لا يعمل سرا بين الزوج وزوجه، أو حتى يعني بعد أيام المناسبة يهدي بحيث تبقى المسائل غير مرتبطة بهذا اليوم. لا، هي بل بالعكس، هي تهدى في هذا اليوم لتظهر وتنشر وتشهر ويعلمها الناس ويعرفها الناس ويتناقلونها مباهات. هي قطعا صارت مباهاة، لأن يقال فلانة في يعني مناسبة ولدها أو بنتها أهدى لها زوجها كذا، وخرجت بحلة فاخرة وبلباس يعني غالي الثمن وبهدايا وتنشرها وتريها للناس. هذه مباهات لا شك في ذلك، ينبغي أن تختفي وينبغي الناس أن يتركوها، وحتى القادر عليه أن يسن للناس السنة الحسنة ليخفف عنهم، لأنه إذا الأغنياء والناس اللي عندهم قدرة هم زهدوا في مثل هذه البدع وهذه الدعوات والأشياء اللي فيها وجاهة وفيها مناسبات صالات، والصالة نفسها يعني صارت كأنها عرس يعني تؤجر بالآلاف. هذه كلها ينبغي الناس أن يتركوها، وليست هذه من سنة، هذه من سوء الجاهلية وليست من سوء الإسلام. سوء الإسلام أن الإنسان يذبح العقيقة ويهدي منها إلى جيرانه، ويقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، ولا يسل للناس السنن السيئة الشاقة التي تشق عليهم في حياتهم وتكدر عليهم. ما يفعله الناس مع العقيقة أكثره من المخالفات، ليس فيه من السنة إلا ذبح الضحية فقط، أما ما عداه فكله مخالفات وبدع. نسأل الله السلامة والعافية، وعلى الناس أن ينتبهوا إلى أنفسهم، لأنه عندما يكثر الفساد وتكثر المخالفات والناس تتعلق بالدنيا والمباهات بها، قلوب تقسو ولا يبقى شيء من العبادة، من أصل العبادة اللي شرع الله عز وجل في هذه المناسبة الشكر. لأن أصل في تشريع هذه المسألة وإظهار الشكر على النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. أما أن تتحول إلى بطر وإلى مباهاة وإلى تفاخر وإلى عادات سيئة ترتب عليها ما يضر بالناس، فهذا ينبغي تركه، ولا ليس هو من السنة في شيء. نعم. قال: وكره لطخه بدمها خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها. يعني كان هذا من عادات الجاهلية، بعد يعني يذبحون العقيقة ويأخذ من شيئا من دمها
من دمها ويلطخون براسه. وجاء الإسلام كما في حديث بريدة، يعني ذكر أنه لما جاء الإسلام كنا نذبح شاة في الجاهلية ونلطخ رأس المولود من دمها، فلما جاء الإسلام ذبحنا شاة ولطخنا رأسه بزعفران. هذا حديث فيه دليل أن العقيقة هي شاة، مشروع بأن تكون شاة، ليس كما يقال أنه لابد من شاتين. ورد في السنة أن للذكر شاتين وللأنثى شاة، هذا ورد الحديث في ذلك. لكن ورد الحديث أيضا أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى، كما في حديث ابن عباس، يعني عق النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين كبشا كبشا، كل واحد عقانه كبشا، وهذا انفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار إلا الأفضل والأحسن. وعندما قال للذكر شاتان وللأنثى شاة، هذا من باب من وسع الله عليه وأراد أن يزيد يعني في شكر الله، فله أن يفعل ذلك، لأن الناس عادة، هذا على ما جرت به عادة الناس، أنهم يفرحون بالذكر أكثر من الأنثى، فطلب منهم أن تكون يعني القربة مناسبة لفرحتهم، ما دامت الفرحة أكثر فعليك أن تذبح شاتين. ولكن ورد في السنة في أحاديث كلها صحيحة وثابتة أن الذكر والأنثى سواء يذبحن شاة شاة، وهو ما أخذ به علماء المالكية من حديث ابن عباس ومن حديث بريدة، لذكر فيه قالوا إننا نسألك عن أحدنا يولد له. فكنا في الجاهلية نذبح شاة ونلطخ رأسه من دمها، فلما جاء الإسلام ذبحنا شاة ولطخنا رأسه بزعفران، يعني ذبحوا شاة، هذا هو العمل اللي كانوا يعملون فيه، شاة واحدة يعني، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. فالأمر فيه سعة، وكل ذلك سنة، من كان له قدرة ويريد أن يذبح شاتين فقد وردت السنة بذلك. ولكن لا يقال أنه لا تتأتى السنة بشاة واحدة، هذا لا يصح، غير صحيح الكلام هكذا بهذه الصورة، لأن الخلاف معتبر، والمالكي الذي يقول يذبح شاة واحدة فقط عند ذكر وأنثى، يعني لهم حجة في هذه الأحاديث التي ذكرناها. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: وكره ختانه يومها لأنه من فعل اليهود، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة، وأما خفاض الأنثى فمندوب، ويندب ألا تنهك، أي لا تجوز في قطعها الجلدة. يعني الختان مكروه في اليوم السابع، يوم السابع المطلوب فيه هي ثلاثة أشياء: أنه تذبح عنه العقيقة ويحلق رأسه يماط عنه الأذى وإماط الأذى، وتسميته ويسمى كما ورد في حديث عديدة هذا المعنى. وفيما يتعلق بالتسمية، ينبغي، هذه من حق الأب، تسمية المولود من حق الأب وليس من حق الأم، لأن المولود يحمل اسم أبيه، يقال فلان ابن فلان، فمن حقه، فإذا اختلف الأب والأم في الاسم فالحق للأب. وينبغي الأب أن يحسن، يختار الاسم الحسن، ويتجنب الأسماء القبيحة أو الأسماء غير المعروفة المعنى. الناس صاروا الآن مغرمون بأسماء لا يفقهون معانيها، وتتوارد الأسئلة كثيرة على المشايخ والعلماء، وإذا نسمي ابني فلان أو بنتي فلان فلانة سميها بهذا الاسم، وما حكم الشرع؟ ما دام أنت في نفسك شيء من هذا، فلماذا تدخل في هذه المضايق؟
الأسماء الواضحة السهلة المعروفة كثيرة، اختر منها ما شئت، والإثم ما حاك في صدرك، والبر ما اطمأنت إليه نفسك. يجنحون دائما الأسماء غير المعلومة، معلومة غير المعروفة، وكثير منها أسماء عجمية، بعضها أحيانا تكون أسماء لآلهة، وأحيانا أسماء لأشياء مكروهة ومذمومة وقبيحة، تعني مثلا الدم، ولا تعني الميتة، ولا تعني الخبائث، ولا يعرف معناها. ما ينبغيش للمسلم أن يأتي إلى اسم لا يعرف معناه ويبقى يحاول أن يسمي به ابنه وابنته. وكذلك لا ينبغي أن يسمي مولوده باسم فيه تزكية ومدح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وغير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسماء. يعني سمى حربا سلما، جاء واحد اسمه حرب قال أنت سلم، وسمى المضطجع منبعثا، واحد اسمه المضطجع جاء قال ما اسمه، قال المضطجع، قال أنت المنبعث، تفاؤل يعني. وقوم اسمهم يعني بنو الزنية، قال أنتم بنو الرشدة. وكانت نهى أيضا عن التزكية، كانت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وجويرة بنت الحارث أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة. هؤلاء الثلاثة كنا يسمينا برة، كل واحدة من اسمها برة. وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن الثلاثة، سماهن زينب، سمى برة كانت برة، سماها زينب بنت جحش، وبرة بنت أبي سلمة سماها زينب بنت أبي سلمة، وسمى الأخرى جويرة، كانت تسمى برة سماها جويرية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وقال عندما غير هذه الأسماء لي برة، قال لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يعني برة من البر، كان الإنسان يشهد نفسه أنه بار. ما ينبغيش هذا، ينبغي الإنسان يسمي اسما حسنا سهلا، يختار في الاسم المعنى، يكون معناه سليم ويكون سهل في الكلام وفي النطق، ولا بأس أن يكون فيه تفاؤل وفيه فعل، كما ذكرنا في سهيل بن عمرو لما قدم يفاوض عن المشركين، لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سهل لكم من أمركم. فالتفاؤل بأسماء، يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الحسنة، وينهى عن الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها تزكية. ما ينبغيش إنسان يسمي ابنته مثلا ملاك، هذا تزكية أيضا منهي عنه، ولا برة، ولا الأسماء اللي واضح أن فيها تزكية واضحة ينبغي الإنسان يتجنبها. ولما جاءه والد سعيد بن المسيب اسمه حزم، قال له ما اسمه؟ قال حزم. قال أنت سهل. وقال لا أريد أن أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رضي الله عنه ورحمه، فلم لا تزال الحزونة فينا بعد، لأنه لم يقبل ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فورث الحزونة يعني الغلظة، قالت الحزونة والغلظة لا تزال الاسم الذي يعني طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب شيء فاتباعه تحصل فيه البركة، ورده والإعراض عنه يعني تنزع منه البركة. مثل الرجل اللي كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. في الثالثة قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. قالوا فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها ولا يأكل بها. الإنسان ينبغي عليه عندما يعني يأتيه شيء من الشارع أن يبادر إلى الرضا به، حتى ولو خالف هوى نفسه. يعني قال لا أغير اسم سماه به، يعني اتباع هوى النفس ومن غير أي حجة ولا شيء يعني
يرشد من غير أي حجة ولا شيء، يعني يرشده العقل، لو غير لكان خيرا له. فالأسماء يعني مطلوبة الإنسان يعني يتخيل الاسم الحسن الخالي من التزكية والخالي من شيء فيه شؤم وإلا معنى قبيح. ليكثر الآن هو أن الناس يسمون، يأتون بأسئلة كثيرة ويسمون بأسماء يسمعونها من المسرحيات أو التمثيليات أو القنوات أو كذا، وهي أسماء لا يفقهون معانيها ولا يعرفونها. وكثير منها عندما تبحث عنها في الموسوعات والمعاجم تلقى معنى الاسم معناها قبيح، وإن كان ظاهره هكذا أنه يعني ما يقلدون هذه الأسماء لأنها يعتبرونها أسماء تتمشى مع الحداثة ومع المعاصرة ومع يسمونه يعني المدنية ومع وهذا كلام غير صحيح. الاسم ينبغي أن يكون سليما صحيحا واضحا معناه حسنا، وعندما يكون مربوط بأمجاد الأمة يكون خير وأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء أولا هي تزكية، لأنه كان يقول هذا ابني ملك ولا ملائكة، وأيضا ربما فيها حتى شبه أخرى إذا كان هو يصف الملائكة بالذكور أو بالأنوثة، هذا حرام لا يجوز. جعل يعني الملائكة الذين عند الرحمن إناثا كما تفعل الجاهلية، ورب الناس هذا ربما لا يقصدونه، ولكن هذه الشبهة واردة. أما كونها يعني فيها تزكية فهذا قطعا يعني فيها تزكية، ولكن أما غير تتجنب يعني. شيخ، هل يندب توا للرجل أن يغير اسم ابنه إذا سبقه سماه باسم منهي عنه، غيره يعني في السجل المدني وكذا؟ أي لا بأس، يعني أما غير يغيره امتثال للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل، قال له ليغير لهم أسماءهم كلهم ناس كبار، اللي قال اسمي حرب قال له أنت اسم الأم، والمنبعث قال المضجع قال أنت منبعث، وحزن قال له أنت سهل، هذا كله تغيير. المضجع قال أنت منبعث، وحزن قال له أنت سهل، هذا كله تغيير، وهم كبار يعني تغيير لا بأس. حتى بعد هو كبير إذا كان إمكانه أن يغير فيطلبه منه أن يغير كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وغير بر بزينب. شيخ، بخصوص التفاؤل، هل قلب الحذاء المقلوب تفاؤلا بتغيير الحال من حال إلى حال، هل يعتبر تفاؤل؟ هذا من باب التفاؤل. كيف قلب من يفعل هذا؟ كيف يعني؟ يعني يبدأ حذاء مقلوب ليس على وجه، فيجي الإنسان يقلبه في الإنسان من باب أنه يقلب حالة من حال إلى حال أحسن. يعني هو وجد حذاء مقلوبا فرده الى اصله. ايوه نعم، هو ان يرده الى اصله، لان هذا يعني شيء مكروه ليس على طبيعته، هذا لا باس. لكن كونه يعتقد انه اذا لم يفعل ذلك انه يصيبه ضرر، هذا لا يجوز. هذا مثل يعني السوانح والبوارح، لما يخرج الناس كانوا يعني يتطايرون ويتشاءمون بالطير أو بالدابة أو شيء، إذا انطلق من جهة اليسار إلى جهة اليمين يتفاعلون به ويحبونه ويقدمونه، كان مسافر يمضي ويفرح وكذا، وإذا انطلق الطير من اليمين إلى الشمال تشاءم وتطير وظن أنه يصيبه مكروه، هذا حرام لا يجوز. اعتقاد أنه لما يلاقيك شيء ما تحباش ولا كريه، ولا طير يمشي إلى الشمال، ولا يلاقيك يعني حذاء كما قلت مقلوب، وأن هذا يحدث في قلبك أن إذا أنت لم تفعله لم ترده إلى أصله وضعه الطبيعي الصحيح أنه يصيبك شيء، هذا لا يجوز. هذا هو التطير المذموم، تطير الجاهلية أصله، ويعتقد أنه لا يأتي بخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، وأنه من باب يعني المنظر الحسن والمنظر الكريه، لأن نعلم ما يقول مقلوب والمنظر ما هوش حسن. وإذا أراد أن يطلب من ذلك مجرد المنظر الحسن ولا يرتب عليه أن القدر سيصيبه بشيء، هذا يعني لا حرج فيه. لكن إذا كان يرتب عليه أنه إذا لم يفعل أصابه ما أصابه، فهذا هو تطير الجاهلية المنهي عنه. يعني الطيرة هي حق وموجودة، لكن لا ترد أحدا، يعني ما يقدرش الإنسان يتخلص من هذه جبلة يعني موجودة في الناس،
ولا يحب الشيء اللي هو مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، أنا لا طيرة بالمعنى الجاهلي، لا تتطير تطيرا تبني عليه معتقدا وترتب عليه أنك إذا عليه معتقدا وترتب عليه أنك إذا لم تعمل بمقتضى هذا التطير يصيبك ما يصيبك، هذا حرام لا يجوز، معتقد فاسد أما التخلص منه. لكنك ترى شيئا تتطير منه ولا تحب، سمعت صوت حرب وأنت خارج يقول صباح يقول حرب وكذا، وأنت كرهت ذلك في نفسك، فهذه الكراهة في نفسك إذا لم يترتب عليها فعل تعتقد أنه يصيبك، فمجرد الكراهة في النفس هذه غير مذمومة، وهذه أمر طبيعي وجبلي ولا حرج فيه. والطيرة حق موجودة لابد منها، لكن ما ينبغيش المسلم أن يرتب عليها، أو يقول أني إذا ما فعلتش كذا يصير لي كذا، زي ما كانت عادات كثيرة تتعلق بعادات الناس، زي ما مسألة كسر عظم العقيقة، إذا كسروها يظنون أن المولود سيكسر أو يصيبه ضرر أو يصيبه أذى، هذا اعتقاد فاسد ينبغي مخالفته وكسره. في الضحية كان الناس عندهم معتقدات أيضا، لا يستطيعون أن يأكلوا من لحمها في اليوم الأول والثاني، تبقى هي منشورة هكذا ويتفرجوا عليها، ويعتقدون إذا أنهم قطعوا لحمها في اليوم الأول والثاني يصيبهم ما يصيبهم، هذا تطير وتشاؤم مذموم لا يجوز، بل تجب وينبغي مخالفته. وكذلك حتى الأشياء اللي هي بالفعل الإنسان يكرهها، كما كان ذكرت في النعل هذا، ولا في الطير اللي ولا يسمع نهيق حمار ولا كذا، هذا وإن كان هو في ذاته إنسان تتغير نفسه منه، لكن ينبغي أن يقول: اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ويمضي في طريقه ولا يرتب على ما رآه ولا ما سمعه شيئا أبدا. هكذا هو المسلم ينبغي أن يكون إيمانه. نعم، جزاك الله خير شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.